على نفسه يعني على دراعه على الجون بتاعه في كاس العالم ونجح. كابتن مجدي عبد الغني، ازيك كابتن مجدي ومبروك. اعتمد على دراعه يا خلود، اعتمد على دراعه. انا عارف والله، واللي يعتمد على دراعه ربنا ما يخذلوش ابدا. مبروك يا كابتن، مبروك. اعتمد على الله كمان، الله يبارك فيك يا خالد. طبعا ما ربنا ده قبل كل شيء. ونعمه بالله ونعمه بالله. كابتن مجدي، في مين عندك؟ انا سامع صوت بليغ. انا معايا استاذ كمال عامر، استاذ بليغ ابو عايد. ازيك يا كيمو، منوره كمان حبيبي. مبروك مبروك مبروك، الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، ربنا يخليك يا رب ليا وما تحرم مني. معايا استاذ بليغ ابو عايد. ما انا عارف بليغ منور، ما انا بقول لك سامع صوته وعماله بليغ صاحب الطلقات الناريه. الله يكرمك. كابتن مجدي قال لك عرفت انه في حاجه اصعب من جون العالم، الانتخابات دي اصعب من جون العالم. طيب والله اسالك اسئله كده سريعه، هل انت كنت متاكد ان انت ناجح ولا لا؟ انا كنت متاكد ان ناجح، بس اول ما بدا الفرز شكيت. تمام. حسيت ان في خيانه بتحصل. مين كنت متوقع يبقى اول وتاني؟ انا كنت متوقع اطلع يعني يا اول يا تاني، من برضه من اللف اللي لفيته. من اللف. طيب تمام. بالنسبه لحازم ووائل، هل كنت تتوقع ان واحد يسقط فيهم؟ حازم نجح. واحد يسقط منهم. طيب، لان كان الناس طبعا بيقعدوا يتكلموا معانا، فيعني يعني ما كانش في سبورت جامد لوائل، وفي نفس الوقت خبرته ما عندوش خبره، فبالتالي الناس كانت قلقانه من انها تنتخب اتنين نازلين في وقت واحد ما عندهمش خبرات. طيب فاهم. كانوا يلفوا يا كابتن مجدي على حد علمي، انه من اللي بسمعه ان هم رايحين بس يتصوروا، معتمدين على نجوميتهم، حتى ما كانوش يطرحوا نفسهم. لا، ما كانوش بيتكلموا في اي مواضيع، هم ما عندهمش خلفيه، هم مش عارفين الجماعه العموميه، يتصوروا اسمهم ونجوميتهم، ما كانوش بيطرحوا اي فكره. طيب ما كانوش عارفين ايه طبيعه الجماعه العموميه، اول مره في حياتهم. طيب انا حسن فريد، الاستاذ حسن فريد، كنت اتكلمت معاه قبل الانتخابات بفتره، فقلت له كابتن حسن انت راجل يعني قيمه كبيره جدا، فهل انت وانت نازل انتخابات متاكد؟ قال لي يا خالد انا عمري ما انزل انتخابات الا ما متاكد 1000000% ان انا انجح. هو ساعتها كمان كان فيه هو هينزل قدام شوبير ومين النائب وكلام دوت، فقال لي عيب يا خالد انا مش معرفش ايه. فبصراحه فوجئت، صدمه ان هو خد الاصوات دي. لا لا لا، انا ما اتصدمتش، انا كنت عارف ان حسن مش هينجح فعلا. ليه يا كابتن؟ ما بقول لك لفينا مصر كلها. انا خد بالك في 5 ايام يا خالد عملت 1600 كيلو متر. ياه. واقسم بالله كانك رحت اسوان. يعني انت ما بتعتمدش على الجون بتاعك ولا على مجدي عبد الغني البلدوزر؟ لا 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 لا، انسى انتخابات اتحاد الكره دي، فيها جون ولا فيها مون ولا فيها الناس. هو اول واحد بدا يروح تقعد معاهم وتقنعهم بنفسك. انا فاكر ما كنا بنحلل مع بعض مع كابتن مدحت شلبي في اون، كنت تقول لي انا في اسوان، قلت له يا كابتن لسه انتخابات بدري، يقول لك لا انا في اسوان، انا في الاقصر. ايوه مع ان هي دي اجل المباراه عشان يسلم على اللعيبه قبل ما تبدا. لا ما اجلتش، لا ده كان في خناقه بين الناس، هم الناس اللي عايزين يحتفلوا بيا. صح وقفوا الفرقه. انا طبعا ماليش ان انزل اسلم عليهم، هم الناس لمجرد ان يعني بيحترموا مجدي عبد الغني وبيقدروني الحمد لله. مين كنت متوقع حماده المصري ينجح؟ يعني كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ حماده كان ماشي كويس. طيب الاستاذ محمد ابو الوفا، انا شخصيا طبعا ليه كل التقدير والاحترام، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش 115 شكله، لكن من الواضح ان هو شخص عارف لعبه الانتخابات وعارف يوصل. لا محمد اشتغل كويس، ومحمد طبعا الثلاثه على فكره، اشرف برضو، موسى الدكتور اشرف راجل محترم جدا، محمد سيف دول لم يوفقوا، راجل محترم جدا جدا، واخد بالك محمد واصغرهم سنا، فكان اكثرهم نشاطا واكثرهم تفرغا الاثنين. محمد يعني ربنا بيديله، وراجل يعني مش عنده مشاريع وعنده قصص، ففاضي بقى، وهو برضه ما هوش سنه كبير، فلف مصر مرتين. هو استاذ محمد كان ايه رئيس نادي ايه او لا مش رئيس، محمد عضو مجلس اداره في نادي سوهاج. في نادي سوهاج. تمام. عايز اسالك سؤال، هل في ناس نجحت دفعوا فلوس كتير بدون ذكر اسماء او صرفوا كتير؟ في ناس صرفت كتير وما نجحتش، واللي نجحوا في ناس صرفت كتير وما نجحتش، واللي نجحوا في ناس صرفت ونجحت. وانت صرفت كام؟
وانت ايه؟ لك انا 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 راجل انا شربت البنزين هحاسبكم عليه. بس انت البنزين ورحت تروح تتعشى يعني برضو ده دي كان مقابلها صح صح يعني. انا الناس الناس فعلا انا عايز اقول لك حاجه, الناس كانت كريمه جدا معايا بفضل الله. طيب تتوقع مين يا كابتن مجدي وانت راجل جريء؟ اولا انت كابتن هاني ابو ريده طلع مع كابتن شوبير وقال ان انا همنع ان اعضاء مجلس الاداره يكونوا مشرفين على اللجان, واحنا عارفين دايما ان انت عشان خبراتك في لجنه المحترفين طلع بعد الانتخابات مع كابتن شوبير. هو هو طلع من التصريح, احنا مش عايزين ايه مش عايزين نتكلم صح كده كلامك مظبوط 100%. قول له ده حلقه فرقه النجاح. انت كده بتسعى ان انت تكون رئيس لجنه شؤون اللاعبين. ياخدها ياخدها بحكم هسيبك من الساعي, احنا ما بنتكلمش على الساعي. لا انا بكلمك عامه, انت ده هدف ليك يا خلوده يا حبيب قلبي بالراحه. بس انا ما عنديش, انا عندي اهداف اصلاح كره القدم. طب ايه المشكله يا كابتن ما يكون هدفك انت عايز تطور من لجنه شؤون اللاعبين؟ ماشي 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 يا خالد, بس بالراحه بالراحه حبيبي. طب بالراحه, انا عايز اقول انا طبعا بحبك يا خالد جدا. طب هقول لك حاجه, بص 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 الحته دي يا كابتن مجدي, اللجنه عشان يبقى بص الحته دي عشان احنا دايما كنا على خلاف مع بعض لما كان كابتن مدحت شلبي. فانا اقول لك اهو كابتن مجدي, انت هتشرف على لجنه شؤون اللاعبين ولا احمد مجاهد؟ ولا احمد بالراحه اهو. لا 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 ولا احمد مجاهد؟ لا 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 خد بالك مفيش خلاف خالص بيني وبين احمد مجاهد. اهو بقى اهو بقى اهو كلام حلو. والله بتكلم بجد اقسم بالله, ولا اي حد من اعضاء اللجنه يعني. هو قال كده وهو قال كده نفس العمليه يعني الخلاف انتهى. ده بالعكس قال احمد مجاهد قال تحديدا ليا تحديدا على الهوا ان كابتن مجدي لو عايز هي هو احق باللجنه يمسك اللجنه ما عندوش مشكله خالص. يا جماعه يا جماعه احمد مجاهد ابن اصول يعرف يعرف مين الكبير ومين الصغير ومين اللي ايه. انا انا بكلمك انا بقول لك ممكن ممكن اختلف مع احمد مجاهد في حاجات كتيره في الاراء تمام هو تمام, لكن لكن في النهايه في حاجات انا احترمها فيك احمد مجاهد. خد بالك من السهل انك تسيطر عليه برضه. طيب كابتن معلش, اولاد الاصول هيقدروا انك انت ادم واحد فيهم وهيدوك منصب النائب. انت انت النائب ولا كرم كردي الاعلى اصواتا ولا حازم الهواري اللي كان بيسعى وكان متفق معانا يا ابو ريده ان هو النائب بتاعه؟ بصوا يا جماعه احنا احنا يعني عايزين ايه, ما نستبقش الاحداث. حصلت احداث كتيره غيرت من حاجات كتيره جدا. حصول كرم كردي على اعلى الاصوات غير من الامور اشياء كثيره جدا. ودخولي اللي